أخبار اليوم. وإحنا كمان في مصر، إحنا كمان في مصر عايزين نعمل حضارة عظيمة. وإنتوا تكلمتم معانا عن كلام كتير في الحريات والديمقراطية، لازم تكونوا متأكدين إن إحنا في مصر كمان بنحب الحرية والديمقراطية وعندنا قيم إنسانية رفيعة عايزين نعملها، بس في ظل ظروف صعبة جدا جدا. احنا نقول الكلام ده لان مفيش فرصة، بدون شك احنا عندنا قصور في مصر، ما قدرناش نوصل الرسالة لكم عشان تسمعونا وتعرفوا ما يدور في بلادنا، مش بس في مصر، في المنطقة بالكامل. وعشان كده دي فرصة بالنسبة لي، وبقول لكل من بيسمعني اذا كان من الأصدقاء الألمان أو من الأوروبيين، ما يحدث في مصر والمنطقة أمر عظيم جدا يجب أن تنتبهوا إليه جيدا. لولا شعب مصر، هذا الشعب اللي خرج بالملايين من أجل مكافحة الفاشية الدينية، لكان للمنطقة شأن آخر. احنا ما كناش نقدر نسيب أبدا بلدنا تصل لحرب أهلية وهي عددها 90 مليون، وفيها بشر قد اللي موجودين في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. لو حصل ده كنت هتيجوا تساعدونا وتدونا المساعدات بالطيارات، مش هتعرفوا تعملوا لنا حاجة، كنا هنبقى شوية لاجئين. ده ما يحصلش في بلدنا.